واحد يقول هل يمكن ان نتناول الجسد مع دم المغموسين فيه؟ على الرغم من ان المسيح قال كلوا هذا جسدي واشربوا هذا دمي. هو طبعا الوضع السليم كلوا واشربوا، لكن حكاية الدم مغموسا فيه بتوضح حاضر في الحالات يعني الاستثنائية التي تدعو لهذا. عايز ايه؟ نعم. ده ما يتفهمش، ده كلام غلط في غلط، تشطب عليه كده وتقول لا اقبل هذا الكلام ولا افهمه. انت تشترك في الالوهية، طب خلاص وبتقبل الكلام ده ليه؟ كلام غلط.